السلام عليكم، سعد الله صباحكم بكل خير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. صباحكم الله بالخير. الحمد لله، كيف أصبحتم؟ الله يحفظكم. اليوم وترنا ما شاء الله جيب، ها؟ نعم ما شاء الله. طبعا عندهم السائق مكان الراكب والراكب مكان السائق، خاصة إذا قطعت الشارع انتبه، تلتفت بالعكس تقشك سيارة. متجهين الآن إلى ميارة تبعد 150 كيلو، وراح إن شاء الله ناخذ فيها جولة ونصلي فيها الجمعة. ما شاء الله، هذين لابسات حجاب صغيرات، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مسافة طويلة، وقفنا نعبي بنزيل 130 ألف شلنج، يعني حول 230 ريال تقريبا. سعر لتر البنزيل عندهم تقريبا 4 ريالات إلا شيء بسيط، حول 3 ريالات و80 هللة. مركز عروش الإسلامي اللي زرناه أمس، نعم، معنا الشيخ أبو سام، كان أحد طلابه، درس فيه من ابتدائي للثانوي والآن معلم فيه. أبو سام، كم لك سنة معلم في مركز عروش الإسلامي؟ 10 سنوات. ما شاء الله، وأنت في المركز نفسه؟ أيوة. طلاب الصغار هذول رايحين مدرسة الشيعة. الشيعة مسوين عند قبائل مسايا مدرسة كبيرة جدا للطلاب. المجمع هذا كامل للشيعة. مجمع مع مدرسة كله خاص. هذا الطلاب جايين يدومون الحين. هذا كله خاص بالشيعة. في دعم كبير للشيعة. هذا كله محاولة تشييع قبائل المسايا. وهذا الجامع داخل المجمع كذلك. قبائل المسايا كبيرة كثيرة جدا. قبائل المسايا عددهم كثير، يمكن يزيد عن مليون. لهم طقوس معينة، لبسهم موحد، يتزوجون بعدد مفتوح، يتزوجون 5 10 15، بيوتهم تقريبا شكلها موحد. راح نزورهم إن شاء الله ونغطي بالرجعة. هذا مجمع مدارس حكومية، يعني مجمع الشيعة أكبر حتى من المجمع الحكومي. وهذا مسجد آخر كذلك للشيعة، مسوينا عند قبائل المسايا. على كل شكلات شوك يا رش. السرعة عندهم 50، وإذا اقتربنا من مواطن الشرطة لازم نهدي 50، نلتزم. وإذا بعدنا أسرعنا 80. والرادار عندهم شخص ممكن عادي لابس مدني يحطونه قبل الدورية، ومعه الجهاز يرصد السرعة، والدورية عادي توقف كذا مسلع. الآن في ماجوجو أغلب هذه البيوت مسلمين، ولا في عندهم مسجد قريب. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك؟ معي الشيخ جمعة بن عيد بن حميد، ما شاء الله، متبرع بقطعة أرض المسجد. الله يجزاك خير شيخ جمعة. أقرب مسجد لقريتهم باتجاه الجنوب 5 كيلو، واتجاه الشمال 25 كيلو. هم والقرى اللي بجنبهم ما عندهم مساجد. شيخ جمعة، أسأل الله عز وجل أن يصح لك النية والذرية ويخلف عليك خير. آمين. هذا لبس النساء فيها سلامة الله. وفيها كنيسة قديمة، والآن هذه الكنيسة القديمة، والآن شغالين كنيسة جديدة النصارى والمسلمين. لا مسجد قديم ولا مسجد جديد. شفتوا كيف لبس النساء فيها؟ وأزيدكم من الشعر بيت، أقرب مسجد القرية اللي زرناها هو مسجد للصوفية، المسجد اللي خلفي هذا.
وصلنا ميارة، تحديدا قرية باباتي. المسجد هذا أكبر مسجد في القرية. بعد 200 متر في كنيسة موجودة بالقرية، راح نمر فيها، شوفوا حجمها مقارنة بالمسجد. كبيرة جدا الكنيسة، مع ان عدد المسلمين اذا ما هو اكثر من النصارى اكثر من النصارى في القرية. هذه مكتبة الكنيسة، وهذه الكنيسة القديمة. قدام شوي في مستشفى خاص بالكنيسة. حرم الكنيسة كبير جدا، مسويين سكن للقساوسة، سكن خاص فيه، كبير كبير جدا الحرم. وهذه كنيسة قريبة من الكنيسة اللي الكبيرة اللي قبل شوي صورناها. دعم رهيب للنصارى. هذه مدرسة كاثوليكية، جنبها مزرعة كبيرة جدا، شوف ما في حد نهايتها، كلها ريع المزارع هذه للكنيسة. المدرسة الكاثوليكية هذه فيها أكثر من 1000 طالب يتعلمون نصرانية. هذه قرية قلابو، هذا المسجد اللي فيها. قدام المسجد هذا زرع تبع الشمس، هذا وقف ريع. وبعدين في مدرسة إسلامية فيها 6 فصول، هذه الأساسات. هذا المسجد الداخل، حتى السقف ما مكمل. وهذا منبر الخطيب. كل المسجد لازم فيه سبورة هذه للتعليم. ماشي. هذا مصلى النساء ولا ايش؟ للنساء، مصلى النساء. هذا المتوضأ، طبعا لا سخان ولا حار بارد، هذه علب زيت بينها مي اللي بيتوضأ. مع إمام المسجد والخطيب والداعية الشيخ يوسف، خريج الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة. بارك الله فيك يا شيخ. إلى قرية ثانية اسمها قرية قاشي، فيها كذلك مسجد بنزوره. هذا مسجد الصوفية، وهذا منبر احتفال المولد. لا حول ولا قوة. هذه الذرة قبل الحصاد، هذه بعد الحصاد. معنا الآن الشيخ، ما اسمك يا شيخ؟ وليت ونان علي تاجة عمر عثمان. عمر عثمان علي إيكانغا. والله نعم. القرية هذه ما فيها إلا المسجد حق الصوفية اللي صورناه. نعم. والشيخ عمر تبرع بقطعة أرض. نعم. بناء مسجد ومدرسة ومركز. عنده مزرعة ذرة، يقول خذوا من أرضي اللي يكفيكم، أزيلوا من الشجر وابنوا مسجد ومركز الدعوة، معكم إلى الطريق الدولي. Nimesubiri zaidi ya miaka 6 ili pajengwe. Wanakuja hawa wanandanganya, wanaondoka. Wakaja wengine hivyo hivyo. Nimesha. Hello. هذا المسجد حق الصوفية، هذا المسجد الوحيد اللي بالقرية حق الصوفية، قرية كاش. ما قلبه دينك. ايوه ابعد عنه.
توقفنا نصلي الجمعة. بعد صلاة الجمعة إن شاء الله نكمل مسيرنا بإذن الله. معزومين الآن على الغداء عند أبو عمار، الله يكثر خيره. أبو عمار، أبو عمار من أصول يمنية المهرة ما شاء الله. منزل معزبنا سعد عمر أبو عمار. السلام عليكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يكثر خيرك ويجود عليك. هذه شيخ خدمة 5 نجوم، تجيب المغاسل عندنا عند الطعام. ستة هذه أثر أقدام خنزير البحر. شكل المكان هذا ما هو مزبوط، يبي نغيره. الآن جولة بالقارب هذا، مرقع القارب كله عاد، الله يستر. بسم الله. الجولة ب8 ريالات بالقارب. أبو عمار منين جاء هذا؟ من دخل من هذا؟ تسرب القارب، يسرب هذا ما شاء الله. بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجريها ومرساها. القارب لابد به 2، واحد يجدف واحد يشيل المي، ها لابد المعادلة. أبنا متى شريه كان؟ صار يسرب واجد القارب. ها وين نساوي؟ هذا مكان التسريب بالقارب. ارجع ارجع معي الجواز اللي يطيح بهم الحين. نام بهالديرة. انتهينا جولة في ميارة، والآن طالعين إلى سنجيدة 150 كيلو، وراح يكون فيها المبيت إن شاء الله. طلع الطريق انا
ينفع تزمر ولا ما تزمر، قاطع قاطع. أدركتنا صلاة العصر ووقفنا نصلي في هذا المسجد. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندما توضأ حصلنا أشجار قهوة، هذه أشجار، والمؤذن قاعد يقطف قهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يستفاد منها؟ يستفاد منها بوضع إلى الشمس. أيوة. إذا تشمس بعد ذلك يتجف هذه. تجف. يطلع حب القهوة هذا. بعد ما تجف هذا حب القهوة اللي فيها. هذه الحبة إذا جفت توضع في النار في قدر. بعد ذلك حتى. تحمص. هذا عاد مسجد ممتاز. مكتمل البناء لكن فرش حصير زي ما أنتم شايفين. وصلنا سنجيدة وهي مشهورة بالأحجار الكبيرة بالصخور الكبيرة هذه سنجيدة. وصلنا سنجيدة لكن في عندهم مشكلة، اليوم ما هو متوفر بترول، بنزين اليوم ما فيه. خلنا فندق حلو هذا وشرح ومطلع على البحيرة، وله غالي سعره 40,000 شلينج يعني تقريبا 72. سنجيدة فيها ميزة أن السائح يعامل فيها معاملة الشخص التنزاني، لكن باقي المحافظات يعامل السائح بأسعار أغلى. كنا نبي نطلع بكرة جولة حول سنجيدة لكن في مشكلة انقطاع البنزين، ممكن نضطر نغير الجدول. السواق قاعد يحاول يدبر بنزين الليلة أو بكرة، يقول في ناس يبيعون بسعر أغلى، إن شاء الله تيسر. لو عرفنا المشكلة هذه من أول كان جبنا معنا جراك البنزين ولا توهقنا وانقطعنا.